وللمزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا الأستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ محمد، بعد تحية، جهود مصرية متواصلة في تأمين إيصال المساعدات لقطاع غزة، واليوم وصلت الدفعة الثانية من هذه المساعدات، يعني قراءتك لهذا التطور، خاصة أنه بالأمس كانت هناك قمة مصرية مهمة للغاية، هي قمة القاهرة بالسلام التي تزامنت مع وصول الدفعة الأولى أيضا للمساعدات عبر معبر رفح، في دلالة واضحة على مدى أهمية وقوة هذه الجهود المصرية. أهلا بحضراتكم، وخلينا نقول أنه دخول الدفعة الثانية من المساعدات من خلال معبر رفح اليوم لقطاع غزة، ده بيمثل يعني أحد النتائج المهمة لجهود بذلت من الدولة المصرية على مدار الأيام الماضية منذ اندلاع التصعيد الحالي في 7 أكتوبر الماضي، وهي الجهود اللي كان آخرها طبعا قمة السلام التي عقدت في القاهرة يوم أمس. مصر ركزت بشكل كبير جدا جدا على ملف إدخال المساعدات الإنسانية، حصل تنسيق مع كافة الأطراف المعنية بالأزمة فضلا عن أطراف الأزمة المباشرة بخصوص ملف إدخال المساعدات الإنسانية في ضوء تعاظم طبعا الأزمات الإنسانية داخل قطاع غزة، في ضوء معاناة السكان والقطاع بسبب القصف الإسرائيلي العنيف والغير مسبوق والمتواصل وما يصاحب ذلك من يعني أزمات كارثية وإنسانية يعاني منها القطاع. ومن هنا كان الحرص المصري والأولوية اللي بتبديها الدولة المصرية تجاه ملف المساعدات الإنسانية، واللي كان نتاجها طبعا دخول المساعدات أو بدء دخول المساعدات منذ أمس وصولا إلى الدفعة الثانية اليوم. نعم. والسعي المصري الحثيث لاستدامة دخول المساعدات لقطاع غزة بشكل منتظم وبشكل آمن. سعي مصر الحثيث لتسليط الضوء على التطورات في غزة أستاذ محمد، والجهود المتواصلة أيضا لوقف إطلاق النار، وهذا هو ما تابعناه حتى بالأمس في هذه القمة المهمة، قمة القاهرة للسلام، والتي تزامنت مع جهود أخرى من أجل أيضا إيصال هذه المساعدات إلى أشقائنا في قطاع غزة. قراءتك لهذه الجهود المصرية المستمرة والمتواصلة لحل القضية الفلسطينية، وكذلك أيضا يعني حث المجتمع الدولي على الوقوف بشكل فاعل على الأرض لوقف إطلاق النار، لإحداث حالة من التهدئة، وبعد ذلك يعني بدء عملية التفاوض وعملية السلام. خلينا نقول أنه طبعا مقاربة مصر للتعامل مع الأزمة الراهنة ارتكزت على عدد من المحاور، وكان يعني كان عندنا جملة من الثوابت وبدأنا نتحرك على أكثر من محور درءا لأكثر من تهديد. يعني احنا عندنا هنا 3 حاجات، كنا بنتحرك في إطار مجموعة من الثوابت اللي بتحكم الموقف المصري من القضية الفلسطينية بشكل عام، ويعني أول هذه الثوابت يعني بتتمثل في التأكيد على ضرورة حل الدولتين وأن يكون هناك تحركات جادة لحل الدولتين، وضرورة يعني وجود دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا لما أقرته الشرعية الدولية. صحيح. الثابت الثاني اللي كنا بنتحرك من خلاله بيتمثل في رفض الخطط الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخططات تهجير الفلسطينيين واللي بيمارسها الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي في قطاع غزة. كان عندنا أكثر من نمط من أنماط التحرك أو بنتحرك على أكثر من مستوى، سواء كنا بنتكلم على المستوى الإنساني متمثلا في الضغط من أجل دخول المساعدات، سواء كنا بنتحرك على المستوى الأمني من خلال الدعوة لوقف إطلاق النار، سواء كنا بنتكلم على المستوى السياسي من خلال التنسيق مع طرفي الأزمة والتواصل والضغط عليهما من أجل وقف التصعيد، أو التنسيق متعدد الأطراف مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة والمنخرطة فيها. طبعا كل ده كان لخصه السيد الرئيس أمس في كلمته واللي أكد فيها على هذه الثوابت، وطرح رؤية مصر المتمثلة في 3 محاور رئيسية
حل ومعالجه هذه الازمه. المحور الاول بيتمثل في استدامه كل المساعدات الانسانيه لقطاع غزه، والمحور الثاني بيتمثل في وقف اطلاق النار او على الاقل عقد هدنه تمهد لوقف اطلاق النار فيما بعد، والمستوى الثالث واعتقد ده الاهم يعني، وهو ضروره الشروع في مباحثات جاده بخصوص حل الدولتين وفقا لقواعد الشرعيه الدوليه. كل دي محاور كانت بتتحرك على اساسها الدوله المصريه في الايام الماضيه واكد عليها السيد الرئيس، وطبعا ده بياتي من منطلق رئيسي ومهم بالنسبه لمصر، وانه التصعيد الراهن فضلا عن الخسائر الانسانيه الكبيره اللي بيتسبب فيها الا انه هو بيهدد الامن الاقليمي ككل. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.